واش الخوت كي دايرين كشنك كاملين شكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد الخوت. كيف العاده الناس جداد اللي كنتي اول مره كتشوف هذه القناه شنو غيديروا بهادي؟ ابوني ولايك وراكم تما جو. الا كنتي ديجا ابوني في القناه خلي واحد لايك بيسيكم الخوت. بالنسبه للفيلم ديال اليوم اخوتي خواتاتي ديجا تحط هذا الفيلم هذا الناس اللي معنا هنا راه ديجا شافوه هي كوميدي وانما وقع واحد البروبليم فيه فلذلك حلينا ذاك المشكل وعاودنا لونسيناه هو هذا دابا اللي كتشوفوا. وكنتمنى انه يعجبكم الخوت. وكيف العاده قبل ما تشوفوا الفيلم دوزوا الانستغرام اللي غتلقاو هنا دوزوا عند مهدي خلوا لي ميساج قولوا لي حنا جينا من اليوتيوب ولا لا مهدي؟ لا ضروري هو اللي كيجاوب على الميساجات كاملين. هادشي اللي كاين الخوت يلا فرجه ممتعه اخوتي خواتاتي بيس ليكم. خويا مشى عليا دابا الخيرية وليدة مشات عند الله الوالي قالي دابا تا واحد في الدنيا كبر لاباس شدير هنا رضا البرد اخويا كيف شرب؟ لا والو اخويا. علاش ما جيتيش عند خو؟ ما كنبغيش نبقى نبرجوكم. مالك اصاحبي على هاد الحالة هادي؟ فين هو خو؟ البرد. تاهو الخيرية. تاهو الخيرية علاش ما مشيتيش معاه؟ اش؟ طلع طلع ريح الموت. طلع طلع ريح الحمر. توحشتك ما فوقش الجيعة. اول واحد غادي نشوف الحومه ديال الفران. هادي اخويا ياسين مرتاح الصحيحه بخير ومرشي عندنا صوره الدراري في الغربه والله مع الوقت وحق الله لا لا ديال الامور ما اخويا خي لقيتيني مدابز مع هاد اجي انت يا اجي هبط سير قصه ورجع عندي دابا جيب ما تقصي واجي دابا ما تعطلش يا خويا دريده عاود الحومه الصاور اخويا راه مشرب لا اش مالو فين هما والديك؟ ما عنده لا والدين لا والو ما والو ايوا شاد انت هو غادي في العمر اخو الصغير الاخر راهو في الخيريه وهذا المسكين راهو في الزنقه مراتي باش معايا مراتي باش في الزنقه هذا راه ولاد حس باع ما عرفتش ياهمش. اه الله يرحمه راه هو والمدام ديالو صاحبي. كان عنده جوج ولاد انايا. راه الاخر راه في الخيريه وهذا راه تيدور في الصناقه راه تنهضر معاه باغي يخرج للسارقه وما نمشيش معاه في الخيريه؟ ما بغاش علاش ما نهضر معاه صاحبي راه تنبيتو معايا في الدار و حتى واحد ما بقى خويا الصغير انا راه شفت بزاف اخويا ياسين وحق الله. حيت انا عرفتي لقيتيني مدابز مع المدام. مالك خويا سير بلتي يمشي شي حاجه. ما بغينا الدريكه وراك عارفني. ممتلكات اللي عندنا صباح اليوم اخو جيشي حفظك خو رضا اول مره خو رضا ما كنت باني مراتين اخو لا ريح ملي كيفاش طيق ورا خيرك عارف ممتلكات اللي خلى لي الوالد وداك الشيء ما بغيتش عارفك انت راه بخير انت يا خويا سير ما ناقصك شي واحد بعد على الاقل يكون قريب ليا وكذا وهادي ما راه عارفني انت راه خويا ما دوزتش انا وياك قليل و راه الاشتراك شوف مين بلا بحال هكا مي بغيت زعما يمشي معايا للغربة يعيش معايا تما كاين تفرح بهم بغيتي تبناه تبناه خي ياسين والله تنتبناه انا نهضر لك معاه ها انا نهضر لك دابا صاحبي انا اصلا بعد غدا غادي نطلع للغربة انت بعد غدا غادي المدام قالت لك ضروري باغا انا اصلا كنا غادي نمشيو صاحبي الخيرين نتبناو شي واحد واخو ياسين لا بغيتي الصراحة هاد الوليد هذا دي تهلا فيه سير اصاحبي دويليا معاه وانا معاه لا بيه لا شي خوري. شوف نضرب معاك واحد الهضره بحال خوك راه عارفني انت الدريري هذا راه انت باقي ما تزاديتيش راه ولد حومه قديم كنت عقل انت باقي صغير انت راه مشى للغربه وعايش بخير وراه يديك معاه بغيت يبنى شي تعيش معايا تما شي تعيش معايا في الغربه تهلا فيا بعدا هاي تهلا فيا غاتشي معايا بحال ندير بحال ولدي صاحبي ماشي اش باغي تركب على الماطر والحديد ها باغي ولا كاين خصو تهلا فيا وراه تهلا فيك هذا انت صاحبي راه تشوف كل مادام تفرح بيك صاحبي راه هي باغا اصلا شي واحد اللي توانس معاه في الدار
ديرني بحال ولدك. بحال ولدي تكون بحال ماشي بحال ولدي اصلا ما عنديش ولدي باش تكون بحالو غتكون ولدي. هو بغى وليد قلت لي انا هذا راه خويا الصغير وتربيه ويدخلك في سميتو وكل شيء. شنو بان قاد لك وريقاتك وتمشي معايا تعيش معايا في الغربه ليه صافي. شنو بان كان هذا صافي صافي نسى عليا هادشي ديال الزنقه و يلا سير طلع الطوموبيل سير طلع الطوموبيل انا نهضر مع رضا يلا سير طلع صافي اخويا والله الا توحشتي اخي عرفتي شنو دير اخي رضا انا نمشي دابا نتي سير دابا كدا واقف شوف العشيه راهي المرت كريمه قايل نسخه العشيه نتلاقاو نمشيو للقهوه صافي برو كاينش دابا هذا كاين شي خدمه كاين شي هاد الساعه الراحه والسياحه حنا معاها صافي انت في العشيه نصوني عليك يلا سير صافي اخويا رضا الله يسهل عليك شوفوك لاباس سلامة يلا يلا رضا نشوفوك ها تما الحافين في الحافين نشوفو يلا وفين الحب؟ هاي حبيبتي حسك الله يلا شانا بالله خلع الله صافي عالصبر صافي حبيبك تبالي مهموم ومشي مهموم ظلوم الله يلا كان فكرة فادك خوة دري بغا نشوف خويا بالروج ولا من حد يولي شي تيم وكذاك ولا تبالي الحياة انا سوداء سمع انت ماشي تيم انا معاك وعارفك معايا انت راه فيك كل شي انا راه ماشي زعما نتخلى عليك ولا دي باش عجبتيني فيك ما غرق لا هذه لا هذه وبخيرية وبغيتيني وصبرتي معايا تما راه بنادم خلال نبقى معاك حتى تلاقاو عارف اللي كاين الله يلا انا وليت كان جالس وكنخمم بحال اللي ما بغيتش نمشي للحبس ما بغيتش نفكر شي حاجه ديال المضره ولكن راه لا ما تديش حقك ما داش خليني وانا معاك ما نقدرش نخليك انا بالرجوله ها يلا نمشيو نحيدو من هنا يوم نغيرو صافي واش اخو ايه فيه. انا وداك صحيحه مرتاح الله كاين اخويا ما كنتش هو كفر راسك هنا والله الحومه راك عارف اخي التمار ومولا ربي بلي اخي شاب كضرب وجرح ليا اخي شكون عقلتي لي داك مهدي اخي شكون مهدي هذيك خو نبيل اللي كانت توفات لي من الوالده ديالو شحال داك البراش اللي كان صغار مساكن هكا وي هو كانوا داو الخيريه اه مالو وي صاحبي راه شنو هي راه جايبه كراطه باش خارج باش دايره الدار خو نبيل فين هو اللي كذا نبيل اخويا كنت سمعت اخي قال لك صوفات وشي شي مره داتو الغربه بدا بعدا صوفا راسو بدا دابا الاخر مرونة خرج الاخر مرونة صاحبي ما عرفتوش صاحبي تبدل عليا حتى سمعت انا خايف نشوف شنو واقع اخي كاين فرق تاع ولدي انا نمشي نشوف شنو واقع نضربو عليه صبر هي دقيقة وانا غادي نمشي عند مالك دور يلا ماشي ضربني تليفوني ضربني المحتلين فين هنا بلاصة في الحومة في الراس ديال الشنطة فاش صرفتي؟ ما فيه والو باغي عشي ورا صافي انا غنجي نحضرو شي شكون واحد اخر اخي بالرجوله فين؟ شي يقول عندك بالرجوله شي هذه فيها والديه فيها كل شيء انا على الغيبه انا قلت لك ماش نعرف اش عشيه شي كاس صافي باللي غنقول عنه هاني يا خويا سير بالله يسهل عليك وبرانكو ونبي نبي واش انا ما كنتش غابر في داك الشيء ان شاء الله ما كاين اخويا اخويا راه العقل وخا هادشي كامل وهاد الراحة كاملة ناقصاني حاجة وحدة خوادري اخويا خوادري وليت تنفكر فيه بزاف مبقيتش نعس صح وحق الرب ديما تنعاود لك عليه وخصني نلقاه اي طريقة باش نلقاه الفريعة صح والله شي خصني نلقاه والله كذبش عليك والله غنديرو شي حل غنديرو شي حل تشوف فيا اخي بوعمر خير مبقاش عاجبني اخي بغيت نقولك باش انت تتكلم تكلم نتاعي مالا نعطيك كلشي اللي ما عجبكش حيدو شي باش نقول لي عليها ماشي دايره شي يعني. حيد وبدل انا دابا انا خوادري عقل لي بسنسله كنت عطيت واحد السنسله هي هذيك السنسله هي اللي خصني نشوف انا اي سنسله نشوفها عند شي واحد خصني نقلبها سنسله لا شي ديك السنسله اللي كان ضاع خويا مع عمري غنبيع الله يكون خير القرار ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير المهم تكلف انت في كل شيء اللي ما عجبكش حيدو انا عقلي راه ما معاياش وانت راك تما
المهم انا نمشي نشوف شنو كاين اخي ونصوني عليك باش ما صافي التليفون بينا نسير الله معاه لا شراري فراس هانيا تجمع زوين اللي الله اه مش نقدر معك اخويا يلا حالي انا بنادم كده انا نقول لك فاش قمعاتني انت عارفني انا ما نحملش الدريات قمعاني ما واخدماش ايمان ما تجيب عليا ما تخاش لي ايمان الرجل لا ايمان اول مره واخر مره صافي ايمان ايمان ما تدخلش لي فاش طريت اصاحبي ايمان شارك عارفني شحال بينو وبينا انا ودخل في هادشي وهي اصلا اصاحبي شحال ما نهضرش تقول لي على هادشي هادشي بهالينا صافي ايمان الهضره تتقال مره واحده اخر مره ايمان تدخل معايا راه صافي صاحبي الله يرضي عليك خليني نمشي وراها زين صافي جات شمه الامانه شمه صافي هادشي اللي كنبغي صافي سير الله معاك اخويا مالك الله يتعجب شي ملي تبدلت ماشي اش غندير لك اخويا راه مكاينه تبدل شنو مخاف هذيك الطريقه خايب الرجوله ما مناش خدام هاش خايب الرجوله حنا الخو شنو دارتي معاه شكون هي الدبيه مشيت تحت الشطا ولا شي هذيك ما عمرها مفرقه بالرجوله صبراش معايا كاين شي وحده تشوفك زعما خارج من الخيريه ولا كذا كتقول لها داود الخيريه اش ندير هي في شكل بنت الناس وباها واجل وما يخلصك معاهم خير اخويا في شكل دارت معاه قبيله والله الا هضرت معاه بوجهنا الله يكمل بالخير صار لي والو وحق الله الله يتجوزش اشكر على الله يكمل لا والله ما نساها بالرب كيف ما هو هي نساتني في المساحه الروج ضحات على ودك راه بالرجوله اخي حتى تكون واجل معاه هذاك الشيء اللي كاين عندي انت كي باقي مع الحمقى باقي مع ديك الحمقى بقى مبغاش تاع على اخويا ما دايرش معاه اليوم نضع على نمشي نتزوج اسمع اليوم السلام فين كنجي نشي اش تعطي لك فين الحمقى هيا بخير كنت معايا انت زعما ما درتي والو بلا ما تكون معاها عارفه ما تخونيش الحب ديالي دي عارفه ديك هادي دي. يلا نمشيو نضربوا شي دوره زيد المصايب زيد زيد المصايب بعد من هذا تيما مخليني هنا يا روطار صاحبي تيما الساعه الروطار شان شايش من الحب صاحبي فين هانيا؟ بخير مزيان شوف نقول لك واحد الشكل ماشي شنو؟ يا اني ديك العصابة كيفاش يا اني ديك العصابة؟ صافي عرفتي شنو خدمتك طلعت لي في راسي استقامت تكبر عليها وشي حاجة بغيتي نجيبها لك ليش بغيتي نجيبها لا صافي والله اصلا حلمت واحد الحلم وحلمت شديتي وبقيت وحشت الله جيبي لي القفار يا مار قفار العرس اش قريب انا ولا العصابة؟ انا رجع عندك واحد لافير دير معايا زوين وغتكون هادي هي الاخر مع العصابه بالرجوله ما نكذب عليك ما نافقك ما والو هي الاخر هي الاخر شنو يتلافر واش كدير هي لافير مع واحد الدري ولكن هي الاخر هي الاخر هذيك خصك طريطه عليا والشافره باغا ضروري مش الخطه مدروسه راك عارف وصافي انا بغيت هي الاخر وغنعيش انا وياك داكشي اللي بغينا غنعيشو انا وياك عرفتي اش غادير نمشيو نديرو على شي قيون مزيان شكرا هذا عيناك فيك
انا حتى ديك الفيلا اللي فيها بار لا كي سايبوا شاف الدور هي لا سربع فكرتني خاوي يا اسمح لي بس غني ميرا لا خذ راحتك سيبوني واش طاكسي شبيه بس من نبيل خويا اش نديرو في المونشيفاس وهاديك راه جورتوم هاديك وقفت على بياتي لا حسن قام بغات تسمع لي راه تصيفطنا للدراسه واللوح هو هو البحر حدانا حتى اش من اللوح هو انت مالك سمع لي انا اش نقول لك اسمع لي تصيفطنا للحبس الصحفي اي مالك اسمع لي اش نقول لك انا نوريك نتفكوا منو انا نوريك واش اش ورينا وانا غنوريك صافي دابا تسنى ولا راه عارف واش ندير راه مونشيف هذا اخي ما كاين لا مونشيف لا والو اخويا هاد التليفون ديالها شي صوني كاع ديال هذا شكون الو ايبا لا خويا ماشي ايبال الو شكون معايا اخو شنو هو عرفتي واش قيش شي شعره من هذيك البنت الله يرحمك اخويا بغيتي ايبا خلي داوين عليها ولا بغيتي ايبا اجي عند البحر غتلقانا تما واقفين بالطوموبيل اجي خوذ ايبا اه مرحبا خويا انا جاي لعندك دابا يلا واخا تسمى قلت بقالنا حنايا بنات ما مشيتش تهضر معاك انت نيت شكون انت اللي غتهضر معايا انا وانا راجل هذيك البنت اللي خاطفها ليا انت شنو راجل ولا انت ولا هادي كون خطفك شكون هو هذا خطف 100 هادي يدك ودار هذا كيفاش شكون هذا مفرعل ليا معاه مفرعل مع راسه ما بلاش شي فراسه خويا خليني معاك زوا وانا تهبط هاد الشبه ولا شي حاجه بلاش عايم بلاش عايم شنو بلاش شنو هادي كيفاش السلسله من جبتيها وانا كنهضر لك على مرتي وتقول لي انت السلسله السلسله ديال الوالده ديالي بنتو لي الشفاره ديال الوالده ديالي حتى انا راه السلسله ديال الوالده ديالي سميتك انت ايه انت اللي شنو سميتك نبي سميتي مهدي هكا كديها هي بقات نادي كامل الوالده هاي سميتي وهو حرفي وهو حرفك وقلب عمرنا خايم نتفارقوا وانا عارفك انت حربيه تحافظ لي انا متخافش هاك خويا عندك عند عمرك مش حيده من عمرك ولاش كتسول اخويا انا باغي عشيرتي لداخل انت كتسولني على السلسله باغي عشيرتي تقول لي السلسله منين جات عطيه لي خويا هادي باش كنا صغار شنو سميتك عمري فرات هاد السلسله سميتو نبيل كيفاش خرج هاد الدري شكون هو خرج الدري سير تبعني تبعني خرج لي الدري ونتبعك اطلق منا مدي Thank you.
فينا العميد شو مقلب على رجلك صافني فهاد القهوه شو بخير كدير حنا الكامل هاني ما خويك واسمح لي ديك ما بين لك لا فرح لا والو والله تصدمت بالله كاين والو صافي شوف شمرتي مخطوه رسولش عليك رسولش عليك فاش فاش شوف انت اسكت تسعبين راه هذيك المؤسسه الخيريه شنو نشرب اشي نورمال مريم شي نورمال عطو بونس ولا باهي غتشري ايوا فين عم واش فين المدام ديالي حتى خلى الله خليه يشوف دارهم مريضه مسكينه شي حاجه لا واحد خونا تليفون اصاحبي شحال قتلوا ولكن من الخير شي قول ما خطفتهاش كاع ما غنلقاك واحد قرب والله تتفاجئ قلت لك باقي لحد الان ما فاهم والو السلام عليكم اهلا اختي مريم صحه مزيان الدار وهذاك ديري شي نبيلي مريم ما غير علاش شحال السمن اللي فاجو وصلنا بلا هاد الاخره من ايامات الخيريه ما تلاقيتش معاه هذا هو مشكل اخويا ورسينا بيه الولد معايا يا خويا دري هذا عرفت خويا انا بسبب دري الله يعين مريم مريم شرفين خويا يا فيا طوبونس خويا الله يسهل عليك هادشي اللي خلصتك ان شاء الله في الدريري يا اخي بالروج ان شاء الله في الجامعة شاف هاد الدريري واش محرك شوية شوية وصافي ما قابل لي ما حتى اللي كتمشي عنده كتقول لك لا انت مخدر انت شوية حاجتك ولات انا خلي على الله وصهدت انا يقول لي عندكم هادشي هادو في شكال غير شنو ديالك هادشي شنو في شكال القهوة ديالك هادي ديالي هادي وكاينة وحدة أخرى فين وليد هادشي ويلي مدام والله الا هو خصك تورق ليا عندي وليد سميتو مهدي صغيور مهدي سميتو على سميتو انا بالله والله الا سميتو على سميتو والله خاي نبيل عرفتي ما نخليش فين نقلب على هذاك واحد قرب عيش من دور والو اللي كتقول لي اخويا حد الدري صغير هكا كذا كذا كيقول لي والو راه وليت اللي تنشوفو داير شي سلسله تنبقى نقلب اجي تصحابنا انا عاقل عليك تسلسل انت صافي عتمناش كعائله بشيتي وخليتي خو ماشي بشيتي راه كل واحد شط الطريق ديك الساعه راك انا الله يتا قلت لك درت في جوجل واحد الله عايش ما نقلب على جوجل دابا شوف نسى لي الماضي والخدمه ديالك القهوه ديالك القهوه الاخرى ديالك كلشي ديالك انت عارفني اخي خويا نبيل انا عامل لقيتك نتايا هذاك هو الربع عندي انا راه ما بقاش فاضي انا شرب قهوه وريك الوليدات ووريك العيبات انا الانرجي ديالي غنضرب امه في خطره انا عمرك شفتها يلا يلا باش نمشي جوريني الوليدات اخي تحويج نمشي والله ندوزو نبقى اخا العنايه بهذا الله عاوتاني فين اخويا نبيل هاني يا عم خويا والله خويا ما كاين عام يلبق بالله انا نمشيو تليفونات افيراج قول لي يا اخي هادشي كامل راه ولا ديالك انت عاودوا لي عاودوا لك عليا ياك واش انا راه عاودوا لي عليك انت ما كاينه مافيوزي وليتي قالوا لي يا اخي يلاه زيد زيد